يقيم الحاكم العام في كندا السيد ديفيد جونستون العديد من الحفلات في ساحة منزله التي تقع على 1 ساسكس درايف والتي تدعى بالريدو هول. هذه الحفلات تقرب من الشعب، وأهم هذه الحفلات اللي هو الحفل الشتوي الذي يقام في نهاية شهر يناير من كل عام. من أهم الأمور التي يقوم بها الشعب الكندي وهي التبرع من أجل بعض الجمعيات الخيرية في المدينة، ومنها السنو سوت فند أو اللي هو الملابس الشتوية للأطفال، وأيضا الفود بانك أو بنك الطعام. كما نرى نحن فقط دخلنا قبل ثواني وهنا نرى بعض التبرعات. الآن نتجه إلى الإمبسي فيليج أو قرية السفارات. تقوم العديد من السفارات هنا بعمل بوث أو أماكن لها للتعريف على ثقافتها الشتوية. أهم شيء ممكن نأخذه في هولندا وهو الجبن، الجبن والريبي سوب، وهو سوب شتائي من البينز، وطبعا بعض السفارات. نحن الآن في خيمة آيسلند، وطبعا شوربة لحم الغنم والميت بولز. ممثلية الاتحاد الأوروبي في أوتوا أو في كندا تقدم بعض الألعاب للأطفال، ألعاب الثلجية. دولة أوستريا بسكوت الكوكونات. نحن في بوث دولة تركيا، وكما نرى البقلاوة والشاي التركي أهم الأمور التي يمكن توزيعها في خيمة السفارة التركية. هنا أحد العروض للإنويت أو الفيرست نيشن أو السكان الأصليين. لعبة شد الحبل من أهم اللعب التي يمكن مزاولتها في الثلج، لأن السقوط بيكون سهل وغير مؤذي. أوكي، نتمنى لكلا الفريقين الفوز صراحة. أشهر ما يمكن أخذه هنا الجبن مع البسكويت في النرويج. هنا يتم تحضير أحد أنواع المشروبات المشهورة في النرويج، أو سيرب دا كازيس، دا كرنت سيربس، مشروب صحي وجيد. راح يكون سخن قريبا. الآن بدنا نجرب هذا المشروب اللي شرحنا لكم عنه من النرويج. النرويج هاي. يب. Thank you. Thank you. لونه أحمر زي الكركديه. طعمه لذيذ. قريب على البلوبري أو التوت. أحد الألعاب اللي بيلعبوها في النرويج تتطلب الكثير من العمل كفريق واحد، لأن كل خطوة ممكن تخطوها بالخطأ أو أطول من غيرها ممكن تسقط الفريق. Left. Okay. Okay.
Right. Right. Left. Left. Right. Right. Left. Right. Left. Right. الآن في خيمة سفارة الدنمارك، جلسة رومانسية في الثلج. البسكوت الدنماركي المعبى بالزبدة، وطبعا ليموناد، ليموناد ساخن. نحن الآن في خيمة ألمانيا، وطبعا الساسج الألماني، الرطب الألماني، الملفوف المحبوب. دولة سلوفينيا المشهورة بالكعك، والكعك السلوفيني مع بعض. What do you call it? Petitsa. It's a walnut cake. Okay. Enjoy. So this is the petitsa, Slovenian petitsa. Okay. Potitsa. Potitsa. Sorry. Look at it. Yeah. How do you pronounce it? Is it chocolate or what? It's a walnut cake. Is there any chocolate in it? طبعا ممكن تعرفوا ان احنا في سويسرا. الجبن السويسري المشهور يطبخ على النار الهادئة. رائحته جميلة جدا. هذا ما يخرج مع بعض البطاطا. طبعا من وجود هاتف نوكيا ممكن تعرفوا احنا وين. نحن في فنلندا. هذا اسمه السيما، وهو عبارة عن مشروب مشهور، وهذا الريسيبي من الليمون اشهر شيء فيه. في سفارة أو خيمة سفارة إيطاليا، طبعا الكعك الإيطالي والهوت شوكليت. ودية تقدم سينمون بانز و براندي. طبعا كندا 150 سنة. لعبة تيك تاك اللي هو ثلاثة لازم نجمعهم. هلا حنلعبها مع بعض. طبعا هاي لعبة الكيرلينج اللي هي الأوفيشال جيم في كندا. الناس تفكر الهوكي لكن هي الكيرلينج. هذه بعض المأكولات المقدمة من قبل الحاكم العام، وهذه عبارة عن أكلة كندية مشهورة تشبه الخبز والمغمس بالكراميل. Thank you. هذا بوكس آخر للفود دونيشن. شايفين هذا الشخص عم بحط الفود في المكان. طبعا هون الهوت شوكليت مع الميبل بسكيتس. محدثكم من خلف منزل الحاكم العام في كندا محمد الشريف، أوتاوا.